احلم ما دمت حيا، سيأتي اليوم الذي يرفع لك إناس ألف تحية، ويسألونك كيف أتيت بالحلم إلى دنيا البرية. حينها ستنظر إليهم وتبتسم وتقول لهم: ألم أقل لكم بأن للحلم 100 باب وألف قضية؟ فاجعل الحلم حقيقة وعنوانا لك ما دمت حيا. صباح الخير مشاهدينا، صباح الأمل والتفاؤل، وصباح الخير والأمل والتفاؤل والطموح، صباح جديد من برنامج يوم في الخير. النهاردة الحلقة بتاعتنا حلقة متميزة جدا، هنبدأها بشرة خير، تعقيب على التقرير اللي كنا عرضناه الحلقة السابقة. كمان هيكون معانا فقرات متميزة جدا، هيكون إن شاء الله معانا الدكتور هيثم فؤاد، أخصائي التخاطب واضطراب النطق والكلام وتعديل السلوك، والمدير التنفيذي للمركز السويسري للدراسات والبحوث العلمية. هيكلمنا عن أهم المشكلات اللي بيعاني منها أبنائنا وأطفالنا، سواء كانت المشكلات السلوكية أو ما يتعلق باضطراب النطق والكلام. طبعا هننهي إن شاء الله البرنامج بتاعنا بفقرة إيجابية جميلة جدا، هي فقرة كيف نجذب ما نحب مع المدربين المبدعين، الأستاذ محمد غراب، مدرب معتمد مجال الطاقة الحيوية، والأستاذ أحمد راضي، مدرب تنمية بشرية تحفيز وتطوير ذات. دلوقتي هنبدأ أول فقرة معانا، هي فقرة معانا. طبعا احنا كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن أبطال الحكاية، وكانوا متحدي بالأخص، يعني هي كانت في استغاثة لجمعية متحدي الإعاقة ببني سويف. طبعا كانت كل أحلامهم زي ما كنا عرضنا في التقرير إن ليهم جمعية، والجمعية دي متوقفة أو في أسباب للغلق. كانت كل أمنياتهم مناشدة المسؤولين لماذا سبب الغلق. طبعا احنا ناشدنا المسؤولين وبالفعل هم استجابوا معنا، ودلوقتي هيكون معانا أستاذة إحسان أبو زيد. أستاذة إحسان معانا؟ أيوة يا فندم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أستاذة إحسان أبو زيد، مديرة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، بنرحب بحضرتك يا فندم في برنامج يوم في الخير. يا أهلا وسهلا يا فندم. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا حضرتك كنا لسه بنتحدث الآن عن استغاثة أبناء جمعية المتحدي الإعاقة عن أسباب غلق الجمعية. بس في قبل ما أطرح التساؤل ده، أنا في الأول بوجه ليكي الشكر، فعلا جزيل الشكر على دعمك ووجودك كمسؤول وسط الرعاية، لأنه بجد دي لمسة يعني أكتر من إيجابية، يعني وإحنا بنناشد إن كل المسؤولين يعني يكونوا زي حضرتك كده إن شاء الله. ألف شكر يا فندم لحضرتك. العافية يا فندم. العافية. طبعا أستاذة إحسان، كانوا بيتحدثون عن الجمعية. الجمعية كانت بالفعل تاريخ الإنشاء بتاعها من عام 2004، وكانت بتمثل أنشطة، ولكن حاليا الأنشطة دي متوقفة، فعايزين نعرف من حضرتك عن أسباب الغلق. والله يا فندم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكرك جدا، وبشكر يعني كل من يتعاون ويتضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصه، ان هو يعتبر اهم ملف في ملفاتي في مديريه بني سويف. اولا الجمعيه هي مش مغلقه ولا متوقفه، هي الجمعيه شغاله، بس ممكن تكون الانشطه ضعيفه شويه. بعد ما توجهوا ليا ابنائي، تم عمل تقرير مبدئي عن الجمعية ونشاطها، وبالفعل تم تشكيل لجنة للنزول ميداني للجمعية ونشوف أسباب ضعف الأنشطة. وإلى جانب بقى حضرتك، يعني إحنا يعني باسم مديرية التضامن الاجتماعي، اللي إحنا شغالين مع هذه الفئة وتحديدا أعضاء الجمعية برضو بكل الخدمات اللي بتقدم، إذا كانت مادية أو عينية، في كل المواسم
اللي هي يعني زي ما شهر رمضان انا نزلت لهم، العيد الكبير وديت لهم لحوم الاضاحي معاهم في اي خدمات، في اي ابحاث تاهيليه، في كارنيه الخدمات المتكامله، في الدراجات البخاريه. انا ثاني مره بعمل مبادره الدراجات البخاريه لذوي الاعاقه، لكن ان شاء الله الجمعيه انشطتها تكتمل وان شاء الله هتتنشط اكتر واكتر. بس هو الفكره ان يمكن تغيير الاعضاء، تغيير اللي هم قائم عليها هو بس ده، ان شاء الله في خلال فتره قصيره جدا هتكون ان شاء الله الجمعيه نشط. انا كنت لسه عندهم امبارح على فكره، واتقابلت معاهم كلهم وقعدنا، وكنت مودي لهم مواد غذائيه من الخير اللي موجود في بني سويف ومن الاجهزه المعاونه والمؤسسات والجمعيات المجتمع المدني. تمام يا فندم. هو يعني في حقيقة الأمر الشيء اللي يعني اللي أثر برضو في الحالة النفسية أكتر، إن دكتورة زكية لما تحدثت إلينا في الحلقة السابقة، إحنا يعني كانت كل رسالتها إن إحنا مش عايزين دعم مادي قد ما حابين إن إحنا نحس إن أنتوا معانا. النهاردة بجد يعني أنا فعلا بتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك، إن حضرتك متواجدة يعني متواجدة بكل الحب والدعم معاهم، وده فعلا فعلا كانوا هم فعلا اللي هم محتاجينه ان احنا نقدم لهم احنا معاكم يعني. فبجد انا بشكر حضرتك جدا، شكرا لك. وبتساءل برضو حضرتك يعني هم كانوا بيعرضوا، دكتورة زكية برضو عملت بعض الأنشطة، المشغولات اليدوية وما إلى غير ذلك، ولكن كانت مشكلة التسويق هي اللي كانت بتعوقها. فهل تمام. مثلا من اتجاهات للمديرية مثلا في دعم هذه الأنشطة؟ بالفعل يا فندم احنا يعني اي مشغولات هاند ميد بيعملوها احنا بنقوم ان احنا بنوزعها وبنعمل لها معرض للتسويق في اكتر من معرض واكتر من منفذ للتسويق. وانا يعني انا متواصله مع الاستاذه زكيه على طول على فكره، وهي عندي على طول في المكتب هم بالفعل ومتواصلين يا مع بعض. فندم، هم بالفعل ذكروا يعني، هم فعلا بالفعل ذكروا مجهودات حضرتك. يا رب وطبعا يخليك. لكن احنا كبرنامج النهارده لازم يعني بنعرض الرأي او القضية، وبنعرض برضو يعني بيبقى المسؤولين ليهم حق الرد طبعا. يا ربنا يخليك يا رب. فكنا حابين طبعا ان حضرتك تكوني معانا في مداخلة الحلقة السابقة، ولكن يعني ما توفقناش، فعلشان كده حضرتك معانا النهارده يعني. لا ان شاء الله نعيدكم واعدهم وهم عارفين كده، هنتكاتف ونتضامن لاعاده تشغيل الانشطه مره اخرى وتنشيطها واضافه انشطه اخرى كمان. ده انا كمان عرضت عليهم ان شاء الله يعني عايزه اعمل لهم حاجه زي حديقه ترفيهيه مائيه باذن الله، وانا المتبرع موجود ان هو هيعمل لي الحديقه المائيه جوه الجمعيه، وان شاء الله هيعيد نشاطها اكتر واكتر باذن الله. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة إحسان أبو زيد، وكيلة وزارة التضامن بمحافظة بني سويف، وبجد شرفتينا جدا يا فندم. طبعا تمام. طبعا من الأمر فعلا اللي كان جميل قوي زي ما أنا ما لسه يعني قلت حاليا، إنه دكتورة زكية لما كانت بتتحدث إحنا مش عايزين دعم مادي، إحنا حابين إن أنتوا تكونوا معانا بقلوبكم. فطبعا الشيء اللي أسعدني أنا قد إيه لما يكون المسؤول فعلا يعني وسط رعاياه إحنا معاكم. هنا الـ إحنا كأشخاص عموما يعني بصرف النظر برضو عن ذوي الاحتياجات الخاصة أو عن المعاقين، إحنا كأشخاص لما بنحس إن المسؤول فعلا معانا ده بيدينا إحنا طاقة إيجابية. فمن هنا إحنا طبعا بنناشد كل المسؤولين إن هم يعني يتبنوا القضية دي، لأنه بجد نسبة الإعاقة خلاص ده أمر واقع وأمر موجود، والنسبة اللي موجودة في المجتمع هي ليست بالنسبة القليلة. فليه احنا النهارده ما ندعمش الفئة دي بحيث ان هي ما تبقاش إعاقة، بل بالعكس تبقى داعم وحافز للمجتمع. وهم طبعا ما شاء الله يعني من التقرير اللي احنا عرضناه. تمام. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا فندم انا معاك. السلام عليكم. حضرتك حضرتك انا على حضرتك الهواء يا استاذ سيد.
اهلا وسهلا استاذه مروه، تحياتي استاذ لحضرتك سيد وكل الساده سعد، المشاهدين. ربنا يخليك. استاذ سيد سعد مدير اداره شؤون المعاقين بديوان عام محافظه بني سويف، بنرحب بحضرتك يا فندم في برنامج يوم في الخير. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا احنا كنا لسه بنتحدث الان عن وصل البرنامج استغاثه لابناء جمعيه التنميه الشامله لمتحدي الاعاقه بني سويف عن اسباب غلق الجمعيه. طبعا كانت معانا استاذه احسان ابو زيد وهي ردت على انه الانشطه بس متوقفه. حضرتك يعني حضرتك شاهدت معانا التقرير، حابب ان حضرتك تعقب على التقرير. احنا حضرتك اداره شؤون ذوي الاعاقه تعتبر الاداره الوحيده اللي انشئت على مستوى دواوين المحافظات على مستوى الجمهوريه في عام 2014، واحنا معنيين بكل ما يخص الاشخاص ذوي الاعاقه داخل محافظه بني سويف، الى جانب الشركاء التنفيذيين في كافه الهيئات الحكوميه، وده بيكون بدعم من السيد محافظ بني سويف الحالي وكذلك الساده المحافظين السابقين. تمام يا فندم. طيب احنا النهارده يعني بنتحدث برضو عن أهم المبادرات اللي تمت بالفعل لذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين على وجه الأخص، أهم المبادرات اللي تمت بالفعل وأهم المبادرات المستقبلية اللي الوزارة عرضها أو الإدارة عرضها. تمام يا فندم، احنا عندنا مبادرة ترجمة خطب صلاة الجمعة بلغة الإشارة للاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه في 8 مساجد رئيسيه داخل محافظه بني سويف. طبعا حضرتك عارفه التوقف اللي حصل بسبب جائحه كورونا، ده عطلنا، والحمد لله احنا استأنف ده مع استئناف صلاه الجمعه اللي بدأ الاسبوع اللي فات، وان شاء الله هنستأنفه بشكل كبير الفتره اللي جايه. احنا كمان عندنا مبادره اسمها تضامن وتكاتف، اخر مرحله فيها نفذها الدكتور محمد هاني، وده بتوزيع عدد كبير من الاجهزه التعويضيه للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه والسمعيه والحركيه في مركز ناصر، وده قبل الجائحه مباشره. والمبادره دي كان اطلقها المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاسبق، وتم توزيع اجهزه تعويضيه بما لا يقل عن 500,000 جنيه في مراكز بني سويف واحناسيا والواسطه والفشل، وكانت المرحله اللي بعد كده كانت مركز ناصر، وان شاء الله نستأنف باقي المراكز خلال الفتره المقبله دي. طبعا يا فندم يعني احنا نعلم جيدا ما على الوزاره او الاداره بوجه عام ما عليها من اعباء، ولكن برضو يعني الاستغاثه بتاعت يعني الاستغاثه التابعه لابناء الجمعيه كانوا بيتحدثون عن الجمعيه كغلق، يعني اسباب غلق الجمعيه بالاضافه للاجهزه التعويضيه. من الشيء برضو اللي كان لافت للامر ان هم كانوا بيتحدثوا عن امكانيه صناعه الاجهزه التعويضيه بانفسهم، فهل هذا جائز؟ شوفي حضرتك، احنا بالنسبه لجمعيه التنميه الشامله، الجمعية كان ليها مجلس إدارة وهي منشأة ضمن الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها المشرف المالي والإداري على هذه الجمعية، إلى جانب نادي مبارك لمتحدي الإعاقة واللي بيقع الإشراف فيه أو عليه من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف. هي تعتبر ذراع تنموي إلى جانب الذراع الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة. لكن في مرحلة من المراحل حصلت زي ما بنسميه فراغ اداري، لكن ما عندناش مشكله ان احنا نتعاون كمحافظه مع التضامن الاجتماعي في السعي الى اعلاء شان هذه الجمعيه وانها تكون من الجمعيات والمؤسسات الرائده داخل محافظه بني سويف، بس بعض الاعضاء من الجمعيه او احدهم او المفوض يتوجه الينا واحنا ما عندناش مشكله في ده خالص. تمام. الجزئيه اللي مرتبطه بسؤال حضرتك، هل الاشخاص ذوي الاعاقه ممكن يقوموا بصناعه اجهزه تعويضيه؟ اه طبعا. تمام. ممكن ينفذوا ده، واحنا كمحافظه ممكن نساعدهم في ده بالتعاون مع الجهات الطبيه المعنيه سواء وزاره الصحه او المراكز الطبيه المتخصصه التابعه للقوات المسلحه. تمام يا فندم. لان حضرتك دي مرتبطه بصحه الانسان فليها معايير معينه، فاحنا ممكن نساعدهم كمان اذا في حد بيصنع اجهزه تعويضيه اللي انا فاهمه من سؤال حضرتك،
فاحنا ممكن نساعده ازاي يسلك المسالك القانونية في هذا الأمر. المسالك القانونية والصحية أيضا. تمام يا فندم، شيء أكتر من رائع بصراحة. ويعني الحاجة برضو اللي أنا حابة أن أنا يعني أسألها لحضرتك، شيء جميل جدا أن يكون في كل المحافظات إدارة. يعني التساؤل اللي أنا يعني حابة أن أنا أسأله لحضرتك، هل في كل المحافظات إدارة منوطة للمعاقين بشؤون المعاقين؟ هل في كل هو طبعا انا في يعني وانا بكلم حضرتك حاليا الصوت مش واضح بالنسبه لي، لكن انا بحاول قدر الامكان اجاوب على الاسئله. تمام، انا اللي انا فاهمه بتساءل. ان احنا نقدر اعيد السؤال عليا تاني. تمام، استاذ سيد، انا بسال يعني بتساءل مع حضرتك، هل في كل المحافظات مصر بوجه عام يوجد لديها اداره منوطه بالمعاقين؟ لا، مش كل المحافظات حاليا، بعض المحافظات بتسعى إلى إنشاء إدارات، ولكن هناك في بعض المحافظات في لجان مجتمعية لشؤون الإعاقة. وحابب كمان أضيف على تميز محافظة بني سويف في إنشاء إدارة لشؤون الإعاقة، في عهد الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف الحالي تم إنشاء لجنة كمان متخصصة من السادة التنفيذيين للإسراع في حل شكاوى السادة المواطنين من ذوي الإعاقة. تمام، شيء أكتر من رائع فعلا. في النهاية يا فندم، يعني لو حضرتك ممكن تكلمنا عن أهم المبادرات القادمة اللي هي بتتبناها أو يعني بتطرحها الإدارة. تمام يا فندم، احنا عندنا مبادرة كمان قائمة، وهي مبادرة محافظة بني سويف محافظة صديقة للإعاقة، ودي الهدف منها هو إتاحة كافة المنشآت والمرافق الخدمية اللي تكون ملائمة لاستقبال أشخاص ذوي الإعاقة، وده بننفذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مطرمية نبا وسمسطة والفش، والشريك الأساسي معانا هنا في المحافظة إدارة التعاون الدولي، ودي مبادرة تحت رعاية السيد المحافظ مباشرة مع الدكتوره مايا مرسي ومع الانبر ستفانوس مدران ديفوس مصر. احنا بدانا المرحله الاولى في الثلاث مراكز اللي انا ذكرتهم دلوقتي، وتم تاهيل عدد كبير من المنشات وكمان الحدائق علشان تكون ملائمه لاستقبال اشخاص ذوي الاعاقه. المرحله اللي جايه ان شاء الله هنشتغل على تطوير كورنيش محافظه بني سويف علشان يكون ملائم لاشخاص ذوي الاعاقه، هنا يكون في لوحات بلغه الاشاره موجوده في الشوارع بتحدد للناس ذوي الإعاقة السمعية هو في أنهي مكان حاليا، وأقرب المرافق أو أقرب الخدمات للمطعم الفلاني أو البنك الفلاني أو تقاطع الشارع الفلاني. كمان الكفيف هيبقى ليه شرايح معدنية محطوطة على سور الكورنيش بتديله لمحات سريعة عن تاريخ المحافظة وما إلى ذلك. كمان ديوان عام المحافظة احنا بنشتغل دلوقتي على إنه يكون صديق لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، بان احنا نعمل خريطه اشاريه للمبنى علشان الاصم لما يجي يدخل المبنى ما يسالش كتير على المكان اللي هو رايحه، مجرد ما يشوف الخريطه الاشاريه ديت يعرف المكان اللي هو رايحه فين، وكمان يبقى فيه لوحه محطوطه على باب المكان دوت سواء اداره عامه او اداره نوعيه معموله بلغه الاشاره ومعموله بطريقه برايل من غير ما يسال اي حد بتدله على المكان اللي هو هيوصله بالظبط. تمام، يعني بصراحة أنا سعيدة جدا جدا بجد. يعني فعلا لما يكون المسؤول بيتعاون بروح المسؤولية والأب، فعلا ده بيدي حاجات وتحفيز ودافع قوي جدا. أنا في النهاية أستاذ سيد، حتى لا أطيل على حضرتك، إيه الرسالة اللي حضرتك حابب توجهها النهاردة لأبنائنا من متحدي الإعاقة بصفة حضرتك كمسؤول وبصفة حضرتك كأب أو أخ أكبر ليهم؟ ايه الرسالة اللي تحب توجهها لهم؟ عايز اقول لهم ان احنا لاول مره في تاريخ مصر انه يكون القياده السياسيه بنفسها مهتميه بهذا الملف، وده بيتلخص في او بيتجسد في اهتمام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بينا كاشخاص ذوي اعاقه، وان انتوا انتظرونا في ان احنا في تعديل للقوانين حاليا وتعديل للوائح علشان تكون ملائمة ماليا وإداريا للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنه الدولة عندها المزيد من الخدمات وعندها خدمات كثيرة جدا، لكن مع مرور الوقت كل يوم بنوصل لخدمة جديدة من الخدمات إن شاء الله،
ونتمنى طبعا ان احنا نكون عند حسن ظن الناس. طبعا طبعا يا فندم طبعا، وبجد بشكر حضرتك جدا استاذ سيد سعد، مدير اداره شؤون المعاقين بديوان محافظه بني سويف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. طبعا يعني بجد من الاشياء اللي فعلا اسعدتني، انا لما بنيجي النهارده بنيجي نعرض مشكله، مش الهدف والله ان احنا نعرض المشكلة قد ما الهدف ان احنا نحلها. المشكلة كانت بسيطة، لكن لما بنلاقي الدعم من المسؤولين، لما بنلاقي ان المسؤولين بيبقى فيه استجابة فورية او استجابة عاجلة، بجد قد ايه انه الدنيا بتبقى سهلة، الدنيا بتبقى بسيطة، الدنيا فعلا لسه بخير. دلوقتي هننتقل للفقرة التانية معانا ان شاء الله، هنطلع فاصل وبعد كده هنرجع لكم مع الدكتور هيثم فؤاد أخصائي التخاطب واضطراب النطق والكلام، هيكلمنا عن أهم المشاكل السلوكية للأطفال وأهم أسباب اضطراب النطق عند الأطفال. انتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا دلوقتي احنا بنقدم تصوير كده يعتبر بسيط جدا، يعني صورة مصغرة للفصل الواحد، يعتبر من عزبة العرب اللي هي تبع طبعا مركز بني سويف. ده الفصل الواحد بيحتوي أولاد، يعني العدد طبعا كبير على الأولاد، ومعانا عم الحاجة هيكلمنا في العدد حوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفصل ده ما كانش فيه أصلا، وربنا كرمنا وده على قد ما قدرنا، هو المسجد، فاحنا طبعا عايزين نوصل يعني في الدرجة بتوصل يعني هنا العزلة عم الحاج كلها، مثلا ما فيش فيها طبعا المكان هنا ما فيش مدارس ابتدائية لا بعيدة ولا إعدادية ولا أي حاجة، 3 كيلو يعني هنا الحاجة الوحيدة، المنفذ الوحيد للمكان هنا الفصل التعليمي ده. الفصل التعليمي لأن طبعا عدده حوالي كام يا عم الحاج؟ من دلوقتي بشيل من 40 ل 36. تمام. وطبعا حاليا يعني هي الكراسي الصغيرة دي بس علشان تقدر تشيل الأولاد يعني، وهي السبورة الوحيدة دي اللي موجودة صح؟ السبورة. فهو ده كده طبعا. في عندنا الجزء التاني اللي انت اشرت ليه، اللي هو تابع الجنب التاني، عايزين تكملوا ده تضيفوا ده على ده. بالظبط. في مكان قد ده يعني مثلا اللي فوق ده والتاني. نعم. وكمل ايه المكان ده، اخده صف واحده كله. تمام. وطبعا من تحت بلوكتين، انا اطلع ببلوك واحده دي المكان مرتاح جدا. وفي هنا مدرس او مدرسه واحده اللي بيدرس هنا؟ لا ده الثلاثه. ثلاثه. ثلاثه، واحده انجليزي وواحده عربي. واحدة طبعا التانية دي احتمال رياضة، هما ثلاثة بيجوا انجي واحدة، طبعا الثلاثة موجودين، ربنا يبارك. ان شاء الله ربنا يبارك. احنا هنا بنسجد من المكان ده طبعا، يعني فصل صغير ده طبعا بالناس، ربنا يبارك فيكم يا رب، بنناشد الناس اللي هي يعني طبعا العمل الانساني عمل لله، طبعا الامم تسمو بالعلم، واول ما نزل من السماء نزل قول الله تبارك وتعالى اقرا، فالابن اللي انت هتساهم فيه النهارده وفي ساهم في تعليمه في يوم من الايام هيساعد على رفع جهاله المجتمع، واحنا كلنا بنعين بعضنا لله، وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. فيا ريت على المقطع الصغير اللي احنا قدمناه للناس، اللي عايز يعيننا في حاجه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وجزاكم والله تبارك وتعالى خير المستعان. وان دل على شيء كان فعله. نعم نعم، حديث الناس الى الله ادخل السرور على البيوت. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احب الاعمال الى الله سرور تدخل على مسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والآن رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع دكتور هيثم فؤاد أخصائي التخاطب وتعديل السلوك والمدير التنفيذي للمركز السويسري للدراسات والبحوث العلمية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبوسط يعني البرنامج بجد حضرتك شرفتنا جدا في برنامج يوم في الخير. أنا متشرف بالدعوة الكريمة ديت وبالقصة البرنامج وبالسادة المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. في البدايه حابه ان انا اسال حضرتك عن من هم الاشخاص الذين يقعون تحت فئه ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. هو المصطلح ده او الفئه ديت صادفت كتير من الدراسه، ولكن باختصار شديد جدا هم شخص او فرد
في قصور في احد الوظائف سواء الجسديه او الذهنيه او النفسيه، لا يستطيع ممارسه الانشطه اليوميه بشكل او بكفاءه المطلوبه منه او بالشكل المطلوب منه مقارنه باقرانه، فيحتاج الى برنامج رعايه او ببرنامج تاهيل خاص بيه. تمام؟ طيب، في نقطه مهمه قوي ان كتير بيغفل ان الموهوبين تمام برضه يندرجوا تحت فئه الفئات الخاصه. تمام. يعني مش شرط ان انا اندرج تحت الفئات الخاصه ان انا عندي اعاقه سواء نفسيه او جسديه او ذهنيه او 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 محتاج مساعده لاني مش قادر، تمام، لضعف عندي. لا، برضه الموهوبين دول يندرجوا تحت الفئات الخاصه لانهم يحتاجوا لبرنامج رعايه وتاهيل معين ومخصص تمام لوضعه. يعني اذا افهم من حضرتك انه الموهوبين او المبدعين او المبتكرين بالزبط. يندرجون تحت هذه بالظبط دي فئه من الفئات الخاصه اللي برضو تندرج تحت هذا المسمى وتحتاج لبرامج تاهيل وبرامج خاصه بهم للاستفاده من قدراتهم ونموهم الذهني الشديد. تمام. يعني يمكن انا مش بحب ان انا اتحدث في المشاكل، بس يعني الموضوع بجد موضوع مهم جدا بالنسبه للاسره ولكل ام ولكل اب بيشاهدنا. اهم المشاكل اللي بتتعلق بذوي الاحتياجات الخاصه من وجهه نظر حضرتك كمتخصص في المجال. طيب، اول مشكله واكبر مشكله ان الرفض الاسري والرفض الاجتماعي للطفل ذوي الاحتياجات. دايما الاسره اول ما يبقى عندها خبر ومعلومه ان انا ابني ذوي الاحتياجات، لا، ابتدي مرحله الهروب الاجتماعي والنفسي والهروب من اي شيء. تمام. ودايما الاختباء من الناس ومن المؤسسات ومن كل حاجه. لا، القاعده الاساسيه بتقول ان اول طرق حل المشكله هي الاحساس بالمشكله ومواجهتها. تمام. احنا عندنا مشكله عايزين نحلها، ولو انها مش مشكله، خصوصا مع ان الدوله بتولي اهتمام كبير بتلك الفئات وفي برضو مؤسسات كويسه وبرامج كويسه جدا للاهتمام ورعايه تلك الفئات، فانا لا لازم انمي الفئه ديت، لازم مهربش، لازم ما احسش ان انا عندي وصمه لا، على فكره ده وسام على صدرك. تمام. انت لما تسعى لمساعده هذا الفرد او هذا الطفل وتنميته ورعايته وانه يبقى عضو فعال ومنتج في المجتمع ويحصل انخراط في المجتمع سواء بالنواحي التعليميه والمهنيه والاعلاميه وغيره، وفي طبعا نماذج كتير مشرفه من اولادنا واخواتها من ذوي الهمم. طبعا في نماذج طبعا مشرفه على مستوى مصر والشرق الاوسط والعالم كله. طبعا طبعا. تمام. فدي حاجه ما تخوفناش. طبعا. بس يعني مش عارفة حضرتك هتتفق معايا في هذا الأمر أو لا، إنه الفئة إن إحنا كمجتمع يمكن مثلا في الدول الأوروبية أو الدول الغربية عموما بيبقى عندهم وعي، لكن هل إن إحنا النهاردة إحنا عارفين إن هناك برامج، لكن هل الوعي يعني الوعي موجود بالفعل؟ طيب. يعني او ان احنا ازاي ان احنا نخلي الناس تكون على وعي بالاعاقه. تمام. خلينا نكون صرحه مع بعض، هو نسبه الوعي مش ضئيله قوي، بس برضو مش مرتفعه قوي. احنا عايزينها تبقى اقوى من كده، عايزينها تبقى فوق 100%، بس في نسبه وعي بس بسيطه. تمام. نتمنى نكون اكتر من كده، لان انا بيبقى في عندي وعي وعندي رؤيه للحاله ديت وعندي تقبل للوضع ده، انا هتمشى فيه بشكل هذا مش هتبقى بالنسبه لي مشكله خالص، وهيتم وتبقى حلها بشكل برضو سلس وسهل. طيب، احنا محتاجين نزود الوعي شويه عن طريق برامج توعيه وارشاديه. تمام. لازم، انا شايف من وجهه نظري البسيطه ان علاج او رعايه وتاهيل تلك الفئات هو يبتدي من الاهل. لازم اعمل توعيه ولازم اعمل ارشاد ولازم افهم الناس ولازم اعلمهم ازاي يتعاملوا. تمام. لان برضو فيه مقوله انا حسرقها من صديقه عزيزه كانت بتقول ان الام هي والاب هو اول اخصائي مع مع الطفل، فانا حسرقها منها بقى رغم كنت بعترض معها، بس انا حسرقها منها النهارده واقول لها ايه، ان فعلا هو بيبقى اول معالج واول مدرب مع الايه، مع الطفل. تمام. فلازم احنا نعمل برامج اكثر توعيه ونعمل برامج اكتر من كده شويه. تمام. يعني ويا ريت يبقى في كل المؤسسات، يعني مش لازم
في مؤسسه التضامن الاجتماعي او رعايه ذوي الاحتياجات او وزاره الصحه، لا ليه ما بيبقاش في كل مكان، في الجامعه وفي المدارس في الجوامع في النوادي توعيه بشكل واسع، لازم في برامج. ايه المشكله؟ احنا لسه عندنا ثقافه انه الاختباء لا والحفظ او الصم او احنا ان احنا مش عارفين نطبق بصراحه، يعني ده صحيح. برضو في ماشي بس احنا بنعمل برامج اكثر علميه واكثر حرفيه ومع مدربين واساتذه في المجال كبار، واحنا مصر ما شاء الله مليانه اساتذه ومليانه كوادر يشهد لها العالم بالكفاءه ما شاء الله. طبعا طبعا اكيد طبعا. فاحنا ليه احنا بنعمل برامج كتير في كل مكان، اما اروح النادي الاقي فيه برامج توعيه عشان خاطر ازاي اتعامل لو انا عندي طفل سبيشال نيدز او ذوي احتياجات، عندي في المسجد ليه ما يبقاش برضو فيه دروس، في الكنيسه برضو، في كل مكان. انا احب ده شيء عادي، انا ممكن النهارده انا شايف ان في دوره او برنامج للتاهيل للتوعيه فممكن ابقى متحفظ شويه، اما شايفه في المدرسه ابص النهارده ليه في الجامعه بكره ليه في مركز، انا بعد كده احب ده شيء عادي بالنسبه لي. تمام. يعني طبعا انا عارفه ان المجال ذوي الاحتياجات الخاصه او ان احنا مهما ان احنا تحدثنا فيه هو مجال واسع جدا جدا جدا. انا بقى من ضمن الاسئله برضو اللي كانت بتطرح، هل الاسره دور ايجابي او سلبي في فشل او يعني في فشل او علاج يعني مع المعالج؟ يعني هل الاسره دور في الخطه العلاجيه؟ طيب احنا ده ياكد كلامنا اللي احنا قلناه من شويه، ان بدايه حل المشكله منين؟ من الاسره. تمام. لازم ابقى انا متقبل الطفل ده وابقى مستعد، انا عندي طفل عنده اعاقه كذا، تمام؟ لازم ابقى انا مستعد، هتعامل معاها ازاي؟ ايه البرنامج اللي انا هشتغل بيه كاب او كام؟ ايه المؤسسات اللي ممكن تساعدني؟ ايه البرامج اللي ممكن تساعدني؟ ايه الاشخاص اللي ممكن يساعدوني؟ انا هساعد نفسي ازاي واطور من نفسي عشان اقدر ابقى كفاءه او كفاءتي كويسه في التعامل مع الطفل ده واساهم بشكل ايجابي. طبعا الاسره هي يعني عمود الخيمه في البرنامج، رغم المعالج طبعا له دور كبير في التعامل وفي التاهيل وفي الرعايه وفي العلاج وفي كل وفي التشخيص وكل حاجه، وبس برضو الاسره هي يد بيد مع المعالج. تمام. ما ينفعش يد واحده. طبعا 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 اكيد. برضو حابه ان انا بقى اتحدث عن الاطفال بوجه عام. تمام. مش على الفئات دي. تمام. النهارده بيقابلنا طفل عنده مشاكل سلوكيه. تمام. مثل العناد الكذب وما الى غير ذلك، من وجهه نظر حضرتك برضو كمتخصص في هذا المجال، يعني ايه الاسباب اللي خليته ان هو يكتسب الصفات دي وازاي طرق علاجها؟ والله احنا لو قلنا الاسره يعني هنحط تحت الاسره ديت 100 خط عشان ناكد ان الاسره لها دور كبير جدا. تمام. في اكتساب الطفل السلوكيات السليمه والغير سليمه. طيب انا هتكلم معاكي بشكل يعني عملي اكثر شويه. تمام. دايما نلاقي اطفال او اهل يجوا الطفل عنده صفه العند، عنده صفه الكذب. طيب خصوصا الكذب. طيب في التقييم للحاله، طيب انت شاف حد بيكذب؟ لا احنا ناس ما بنكذبش. لا انتوا بتكذبوا. تمام. ازاي؟ السلوكيات البسيطه الطفل بيشوف السلوك ويتعلمه ويكتسبه بسرعه غير ما يسمعه. يعني انا ما اقول لك ما تكذبيش ده مش مؤثر فيك، انما لما انت تشوفي ان انا ما بكذبش ده يخليك تكتسب السلوك اكثر من اني اقول لك ما تكذبيش. تمام. طيب انت اكيد يا بابا في مره كده حد رن على التليفون، طفل او زوجتك او اي حد رد لا ده عمه فلان، اقول له مش موجود. طيب هو كده خلاص هو بشكل فطري اكتسب او فهم ان السلوك ده سلوك جميل لان بابا عمله. طب سلوك بابا ناجح، بابا القدوه طبعا بتاعنا. ده بابا عمل كده بس كويس، هو مش عارف ده كده ولا صح ولا غلط. لا هو ده سلوك جميل جدا ما بابا بيعمله اهو. طب ثانيا هو سلوك يعني ناجح لانه هو بابا كان عايز يهرب من عمه فلان او عاوز ينام في موقف فقال كده فخرس الليل على كده فزي الفل. فانا تمام انا كده ده حاجه دي اي مشكله تقابلني هعمل زي بابا ما عمل ويبقى كده نجحت وقضيت مهمتي بتمام. هو فاكر انه عمل حاجه صح. طبعا طبعا. طيب من ضمن برضو الاشياء اللي كانت بتثار في موضوع اضطراب النطق والكلام عموما اللدغات، فماذا عن اللدغات؟ هل ليها علاج بالنسبه لكبار السن؟ يعني هو تمام. ده ممكن من اكثر الاسئله من الشائعه. فعلا هو ده اللدغات دي من الامور او من الاضطرابات المنتشره لحد كبير ودايما مشكله للكبار والاطفال. تمام.
بس للاسف برضو الاسره عليها عامل كبير جدا. يعني انا كل حاجه هنتكلم عليها هتبقى هي الاسره تقريبا في كل حاجه خاصه باضطرابات الاطفال. ما يدوروش او ما يحسوش بالمشكله غير لما الطفل يخش المدرسه، تمام، او الحضانه، فيبتدي بقى الاطفال ما يعجبهاش كلامه، المدرسه تشتكي منه، مش عارف تبين ندور. لا، ده غلط، احنا لازم ندور من بدري، لان ده مشكله موجوده ودي مشكله مهمه هتضايقنا وهتعملنا مشاكل كتير بعد كده. طيب كبار السن، اللي كان فينا، لا كان شائع ان لا كبار السن ما خلاص استحاله، لا بيتعالجوا طبعا وبيبقوا كويسين، بس ده يتوقف على سن، يعني مثلا مش هتجيلي وانا 60 سنه، يعني سن المريض، الحاله، الحرف، شكل اللدغه ذات نفسه، والمعالج اللي معاه، تمام، فده بيتوقف عليه. تمام. بس مع مش معنى كده، معلش، ان احنا خلاص ما دام كبار بيتعالجوا فنسيب الطفل لحد ما يبقى عنده 30 سنه ومش مشكله طبعًا يبقى يعالج طبعًا نفسه. انا يعني مع يعني بعتذر لحضرتك لا جدا، بس فعلا علشان وقت البرنامج، وفعلا الموضوع محتاج استفاضه اكتر واكتر، وان شاء الله على وعد منا داش. بتجدد الموعد. في النهايه بشكر حضرتك جدا دكتور هيثم فؤاد، اخصائي التخاطب وتعديل السلوك، والمدير التنفيذي للمركز السويسري للدراسات والبحوث العلميه. ودلوقتي هنطلع فاصل بسيط، وبعد كده هنرجع عن كيف نجذب ما نحب. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع آخر فقراتنا، فقرة كيف نجذب ما نحب، مع المبدعين الأستاذ محمد غراب، أنا بحضرتك، مدرب معتمد بمجال الطاقة الحيوية، بنرحب بحضرتك. أنا بحضرتك جدا. والأستاذ أحمد راضي، مدرب تنمية بشرية، أهلا تطوير وسهلا ذات بحضرتك وتحفيز. الدكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الاسم جميل جدا، كيف نجذب ما نحب، ولكن تمام. أنا بتساءل تساؤل آخر، كيف نعرف ما نحب، وهل كل ما نحب نستطيع يعني جذبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا برحب بحضرتك طبعا، وجودي مع حضرتك طبعا شرف كبير جدا ليا. تمام. أولا عشان نتكلم في بداية الموضوع نقول إن هل كل إنسان اللي هو بيحبه بيقدر يوصل ليه؟ الانسان على مدار حياته، على مراحل حياته، بيكون ليه ادراك معين. ممكن انا النهارده او الاسبوع ده او الشهر ده او الفتره دي من حياتي بحب شيء معين، تمام، وبعد كده احب شيء معين تاني. انما هل الانسان اللي هو بيحبه هل هو فعلا ايجابي او سلبي او يقدر يوصل ليه؟ اي شيء في الدنيا بتقنع بيه عقلك، بالفعل عقلك بياخد الفكره وبينفذها تلقائيا. لكن الفرق بين الايجابي او السلبي في الحب، ممكن انسان يحب هدف ايجابي او هدف سلبي، الفرق بين ده وبين ده. الحب الايجابي او الهدف الايجابي الانسان بيكون مستمتع بيه، مش مستعجل، مستمتع ومتحمس جدا ومتفائل وعنده باور وعنده افكار ابداعيه والناس حاسه بتاثير الحاجه دي عليه. لكن المستعجل او الانسان اللي عاوز يمتلك الشيء وخلاص، ده بيبقى حاسس ان هو مسلوب منه الهدف ده، فده الشيء اللي ما ينفعش اصلا الانسان يدخل فيه. تمام. انا برضو حابه ان انا يعني حضرتك في الاول ممكن تعرفنا بنفسك اكتر. احمد راضي ممدوح، من مركز العدوى، محافظه المنيا. انا مدرب تنميه بشريه، صاعد ان شاء الله كده بتوجيهات دكتور محمد وتوجيهات حضرتك طبعا دكتوره مروه. الشرف لي التواجد مع حضراتكم جميعا والله. ربنا يخليك، شباب ناجح ومبدع ما شاء الله، وتستحقوا التقدير عن جدارة. اتمنى ربنا يوفقك دايما دايما في برنامجك العظيم ده ان شاء الله، والدكتور محمد ربنا يوفقه في حياته طبعا. الله يكرمك. واتمنى يعني ربنا يكرمنا يعني مع بعضينا وكده، وان شاء الله يكون البرنامج ناجح وكده ويتوصل لخطوات ايجابيه جميله ان شاء الله. ان شاء الله استاذ احمد، انا حابه ان انا برضو اسال حضرتك، ايه اللي خلاك ان انت تلجا لهذا المجال؟ يعني هل في موقف مثلا اثر في حياتك، او شفت حد ايجابي، او كان قدوه ليك خلاك ان انت تلجا لهذا المجال؟ والله هو قدوه البشريه عامه كلها دكتور ابراهيم الفقي. تمام.
فانا اتجهت للمجال ده لان انا كنت في فتره الثانويه وكده مريت بظروف ومريت بوساوس وكده وافكار سلبيه اثرت عليا نفسيتي. فطبعا بخلاف ان انا ما درستش وكده وبخلاف ان انا ما يعني ما دورتش ما بحثتش ما جرتش كتير وكده في المجال ده وان انا اغير من التفكير السلبي للتفكير الايجابي، فده يعني خلاني اخفق في الثانويه وكده، يعني ما خلانيش ان انا اجيب اللي انا كنت بحلم بيه. تمام. انا اساسا كنت يعني كنت اتمنى، بس كنت الكلام ده اللي هو قبل يعني نفسيتي تكون حاليا يعني زي دلوقتي، يعني كنت المفروض ان انا يعني هبقى ايه، يعني انا كنت بحلم ان انا اكون اعلام، ادخل كليه اعلام يعني كده. بس للاسف بقى بسبب الظروف والوساوس اللي حصلت معايا والتفكيرات السلبيه اللي ملت حياتي كتير دي، ما كنتش بسال، ما كنتش بدور، ما كنتش بشوف اصحاب الخبره وكده عشان خاطر ايه، اسالهم واتواصل لخطوات ايجابيه تساعدني ان انا اتخطى المرحله دي. فده ادى ان انا اخفقت. فلما دخلت الكليه وكده ودرست مجال علم النفس، يعني اول ما درست وكده فبدات اطلع على حاجات معينه حلت تفكيرات سلبيه كتير قبل كده مريت بيها. تمام. فهي الفكره جت من هنا، جت ان انا يعني بدات افكر وكده يعني ان انا ممكن اوصل لحلول واعدي العواقب اللي انا مريت بيها. تمام. احنا يعني انا معلش انا بعتذر لحضرتك، بس حابه ان انا يعني اكمل كلام حضرتك. ان النهارده من ضمن الاسئله او الحاجات الشائعه جدا ان الشاب النهارده بيكون حاطط ان انا مثلا هجيب مجموع كبير جدا في الثانويه العامه، فيحصل في الامور امور وما يجيبش المجموع ده. فشباب كتير جدا للاسف الشديد، انا باسف كده، بتلجا للانتحار. التساؤل اللي انا بساله بقى، الشاب اللي بيقدم على الانتحار هو هنا بيكون تحت اي ضغط؟ يعني ضغط مثلا برمجه، ضغط نفسي، او استنفاس طاقه؟ يعني هو هنا بيكون مصنف تحت ايه بالظبط؟ هو ساعات الانسان بيحط عقله في دايره مغلقه، يا اما ده يا اما بلاش، يا اما اوصل ده او لا. طبعا الانسان اللي بيتحط في موقف زي ده بيكون بيمر بضغط نفسي، زي مثلا لما واحد يوصل لمرحله ان هو خلاص مش طبعًا قادر. طبعا الصور بتاعت حضرتك برده بتضمن. تمام. فالانسان يعمل ايه في الحته دي، المرحله دي، او ننصح ازاي الشباب بالمرحله دي؟ ممكن تدخل كليه وتبقى عاوز تكون مثلا تدخل كليه طب او هندسه وتبقى عاوز تبقى مهندس، ولكن ربنا عز وجل يبعت لك حد مثلا مدرب، حد ينشر حاجه مجال معين بتحبه. وده اللي بيحصل غالبا مع الناس، ان يدخل في اتجاه فعقله يتبني اتجاه تاني، لان اصلا الانسان بيبقى موجود في الدنيا عشان يعني يتميز في مجال معين، ولكن عقله بياخد فتره في الادراك. تمام. انا برضو حابه حضرتك النهارده بالنسبه لك كشاب ومريت بمواقف، فايه الرساله اللي تحب توجهها للشباب؟ غير طريقة تفكيرك وحاول تتخطى السلبيات اللي عندك في حياتك، وخلي دايما الإيجابية يعني هي اللي بتدير حياتك. خليك دايما إيجابي، يعني فكر، شيل سلبياتك وحط مكانها إيجابيات. غير طريقة تفكيرك، يعني نظم أفكارك، خلي عندك اتزان انفعالي، يعني ساعد نفسك بنفسك، يعني دور، ابحث، فتش كده، شوف السلبيات اللي عندك ايه، يعني بورة المشكلة عندك ايه. ساعد نفسك بنفسك. آه. مقولة جميلة جدا، ساعد نفسك بنفسك. ايه الرسالة استاذ محمد برضو اللي تحب توجهها النهاردة معانا للشباب؟ هو في رسالة قوية جدا، رسالة قوية جدا جدا. أول حاجة، في ما يسمى بالبرمجة العقلية. الصور يعني بأستاذ حضرتك. تمام. هو باختصار شديد. تمام. علشان الوقت البرنامج. تمام. هو اختصار شديد جدا، إن في حاجة اسمها بالبرمجة العقلية أو التخيل، إن الواحد إن الإنسان البشري لما بيركز على أي شيء بتخيله بيتم بقوة، يعني اللي أنت بتركز عليه بالفعل بيتم بقوة. وفي برمجة عقلية باختصار شديد معناها إن أنت ممكن تنام على فكرة، تصحى تلاقي نفسك متحمس ليها، قادر انك تنفذها، ده باختصار شديد. فالشاب المصري يعمل ايه؟ اول حاجه ركز على اللي انت عاوزه. دايما اتكلم عن نفسك باوصاف توحي بده.
وده يعني ده مثبت. انا شخصيا عملته عشان اكون بالشكل ده، اثبتت لنفسي بالكلام بالرسائل الايجابيه، انا كذا انا كذا، طبعا بجمله باذن الله. لان اي حد، اي عقل بشري بيقتنع بفكره لازم تتحقق ولو بعد حين. تمام تمام. يعني انا اتفضل. كنت استاذن حضرتك لو اضيف لكلام دكتور محمد، ان التخيل ده يعني حاجه عظيمه بجد. يعني اللي هو اي نجاح بيبدا فكرته بتبدا بالتخيل، انت بتتخيل الفكره، بتخيل طموح، بتخيل مثلا هدف ليك كده، فبتسعى ان انت تحققه، وبتسعى ان انت توصل فيه لادنى مراحل النجاح وكده، وبالتالي انت بتساعد نفسك على الارتقاء يعني بمعيشتك انت ومعيشه المجتمع ككل يعني وكده. تمام. انا يعني من ضمن الحاجات او الاهداف اللي احنا هنا بنقدمها في البرنامج، ان احنا بنقدم قد ايه النماذج الايجابيه، قد ايه الحاجه اللي هي بتدي دفعه للشباب، لان احنا قلنا ان الخير مش بس في المساعده الماليه، الخير في التحفيز، الخير في العلم، والخير في حاجات كتير جدا. انا بعتذر ليكم جدا بجد ان الوقت فعلا قصير، ما قدرناش ان احنا نتناول اشياء كتير، بس ان شاء الله على وعد بتجدد اللقاء معاكم. في بس يا جماعه حاله انسانيه، هي الحاله الانسانيه هي اسره بسيطه يعني وبتمر بضائقه ماليه، محتاجين ان هم يساعدوا بس في تجهيز بنتهم، والارقام موجوده على الشاشه، كل اللي هم محتاجينه اجهزه منزليه. للتواصل معاهم مباشر الارقام موجوده على الشاشه، ويا ريت يا اهل الخير فعلا ان احنا نساعد الحاله دي. وفي النهايه مشاهدينا الكرام، بجد بجد الوقت بيمر بسرعه جدا، ونحب نقول ان يوم في الخير هو دعوه لمساعده الغير، يوم في الخير بكره احلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادره من قلوب مليانه بحب الخير بحفظ الله.